شيخنا ما بقي معي يمكن إلا 5 دقائق، وعندي بعض الأسئلة تحتاج والله إلى وقت طويل في الإجابة عليها. الأخت أم خالد تسأل تقول: هل خال زوجها يسلم على ابنته أم لا؟ خال الأب هو خال لأبنائه وبناته، وهذه قاعدة. إذا كان المقصود خال الأب الذي هو ابن أخته، لأن بعض من الناس يسمي الصهر من أنه خال، بعضهم يسمي عم، يعني لما يتزوج بامرأة والدها تسميه بعض الناس خال وبعضهم يسمي عم، هذا لا علاقة له بالرحم، والناس يخطئون فيه، بعض الناس يقول رحيمي نسيبي، لا هو صهر، هو صهر، لكن يبدو أن المقصود من ذلك الرحم. فابن الأخت يعتبر أنه ابن لأخته ويكون خال له. فمثلا الآن شخص اسمه خالد هو خالك، أخو من؟ أخو أمك. ممتاز. لك بنات، لك أولاد، هو خالد هذا خال لك وخال لأولادك وبناتك. بناتك وأولادك لو تزوجوا وأتوا بأولاد أو ببنات فنفس التسلسل في الحكم، يعتبر خال لهم. خال لهم. واضح، ما في أوضح من هذا. فهي واضح جدا. سلام عليكم. طيب. وكذلك العم. نعم. بارك الله فيك شيخنا.